وأن يغفر لنا الذنوب وأن يرحم موتانا وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زدنا شوية دعاء الحاج. نسأل الله عز وجل في ونحن في هذا اليوم أن يوفقنا إلى صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المغفور لهم في هذه الأيام المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يوفقنا إلى يعني استغلالها وإلى الإكثار من ذكر الله عز وجل فيها، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته وأن يوفقنا لشكرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني لهذا البلد أن يجعله بلدا سخاء رخاء طيبا آمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لموتانا والشفاء لمرضانا، ونسأل الله عز وجل أن يعني يعافينا من البلاء وأن يقينا شر الداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا عن المقاصد وأن يبلغنا النوايا الخير وأن يوفقنا لصالح الأعمال. آمين يا رب العالمين.